تبدأ رحلتنا من مقاطعة كاسيرتا، حيث اكتشفنا قصراً نجح في منافسة قصر فيرساي وأكمل تقليداً إيطالياً بحدائق مائية ساحرة. ومن ثم سننظر إلى بعض ارتباطات إيطاليا بالحرب العالمية الثانية، من ساحل مدينة أنزيو إلى دير في جبال كاسينو. وتبعاً لنهج طريقة الأبية القديمة، سندخل روما للقيام برحلة جوية فوق الآثار العريقة والمباني الرهيبة، بما في ذلك الكولوسيوم والفورم والبياتزا نافورا وتلة البالاتاين. من واحدة من أقدم المدن في العالم إلى أخرى من أكثرها قداسة، زرنا الأراضي المقدسة في الفاتيكان. اختتمنا مغامرتنا في تلال تيفولي بحديقتين ملكيتين. بدأت رحلتنا في قصر كاسيرتا الرائع، والذي بناه تشارلز الثالث في منتصف القرن الثامن عشر، باكتشاف حديقة بطول 4 كيلومترات وتمتد حتى سفح التل. صمم الحديقة مهندس قصر كاسيرتا المعماري لويجي فالنتيفيلي، وأكملها ابنه كارلو عام 1780. في المنتصف نافورة أيولوس التي تحتوي على زخارف باروك مائية، متنزه ضخم تبلغ مساحته حوالي 300 فدان، يتاخمه من الجهة العليا الحديقة الإنجليزية التي صممت عام 1782 بأسلوب إنجليزي مغاير لشكل الحدائق الإيطالية في ذلك الوقت. وصلنا إلى آخر أجزاء الحديقة، حيث تمتد من نافورة فينوس إلى نهايتها عند النافورة العظيمة في أعلى المتنزه. بنيت قنوات لتجلب المياه من أسفل التل إلى هذا الكهف. طول القنوات 38 كيلومتراً، وتجري عبر 5 جبال، وتصنع خلال رحلتها شلالات تسقط بحيوية ومناظر أخرى. طول أول جدول 150 متراً ينتهي بحوض النافورة العظيمة المزخرف. هنا نجد منحوتة مشهورة لديانا في داخل النافورة، ثم البطل الذي تحول إلى أيلين حينما حاولت الذئاب تقطيعه إرباً لأنه تجسس على ديانا حينما كانت تستحم. أراد الملك تشارلز الثالث قصراً مشابهاً لقصر فيرساي وقصر مدريد الملكي، مع أنه لم يسكن في كاسيرتا قط، ولكن نتيجة لرؤيته تلك عده مركز التراث العالمي آخر أعمال فن الزخرفة الباروكية المنقطعة النظير. كاسيرتا وفرت مكاناً لملكها وللمحكمة وللحكومة بقصرها المستطيل الذي يحتوي على 1200 غرفة و4 ساحات داخلية، ويغطي مساحة 3800 متر مربع. ذهبنا شمالاً باتجاه الساحل إلى بلدة أنزيو المعروفة بصيد الأسماك. بموقعه على ساحل لاتسيو، كان الميناء نقطة حيوية لإنزال هجومي نفذته قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. كانت الخطة هي الوصول إلى روما التي تبعد 56 كيلومتراً فقط إلى الشمال لتحريرها من القوات الألمانية. المعركة القاسية جعلت أنزيو حطاماً، ولكن بعد انتهاء الحرب أعيد بناء أغلب أجزاء البلدة، وجرى الحفاظ على طابعها كبلدة صيد أسماك. وبقربها بلدة نيتونو التي شكلت ذكرى قاسية عن المعارك التي دارت بين عامي 1943 و1944. هذه المقبرة الصقلية الرومية الأمريكية غنية بالفن والعمارة والمناظر، ويمتد صرح الحرب العالمية الثانية هذا على مساحة 75 فداناً. سقط نحو 7900 جندي أمريكي هنا، ودفنوا ما بين أشجار الصنوبر الرومانية. كان معظم الخسارات في معركة تحرير صقلية،
عام 1943، بينما مات جنود آخرون في إنزالات في ساليرنو وأنزيو ومعارك عنيفة في الشمال. تبعنا إلى كاسينو التي تقع في أقصى جنوب منطقة لاتسيو، وحصلنا هنا على مشهد درامي لدير مونت كاسينو. منذ تشييده في القرن السادس عانى كثيراً من الهجمات المتكررة والتدمير بسبب الكوارث الطبيعية. استخدمته القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية موقعاً دفاعياً مهماً لتمنع الوصول إلى روما. غارات من طائرات أمريكية كادت تدمره تماماً خلال هجوم الحلفاء على الجبهة الإيطالية. بني الدير في الأصل على يد القديس بنديكت عام 529، وأعيد بناؤه بعد الحرب بشكله المعماري القديم، ثم أعاد تشييده البابا بول السادس عام 1964 بجمع آثار القديس بنديكت والقديس شولاستيكا. تدفق السياح على المكان ليشبعوا أنفسهم من أهميته التاريخية وعمارته المثيرة. أكملنا رحلتنا إلى قرية فراسكاتي، حيث واجهنا مظاهر مذهلة من المعالم البابوية. فيلا ألدو برانديني يبعد 20 كيلومتراً من روما. هذا البناء المذهل كان مظهراً واضحاً لسلطة البابا والكنيسة وقوتهما. في عام 1600 قام البابا كليمنت الثامن، وهو من عائلة ألدو برانديني، بوهب هذا الموقع لابن أخيه وهو كاردينال. شيد هذا البناء الكثير الزخرفة في حقبة الباروك، في وقت حاول فيه البابوات التفوق على أسلافهم ببناء حدائق وقصور تعكس قوتهم وثروتهم. استخدمت عائلة ألدو برانديني ذلك المكان مقراً للمراسم والاحتفالات، ولم يكن مكاناً للإقامة. تعرض البناء في الحرب العالمية الثانية لأضرار كبيرة بعد قصف دمر أكثر من نصف البلدة. يبقى اليوم كنزاً معمارياً لدلالته التاريخية والثقافية. الطريق الآبي كان في أحد الأيام من أكثر الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى روما، وشكل كذلك الموقع الذي صلب فيه سبارتاكوس المحارب الذي قاد ثورة للعبيد انتهت على طول هذا الطريق. يقودنا إلى المدينة الخالدة، عاصمة الإمبراطورية القديمة روما. كتب الروائي الألماني فولفغانغ فون غوتا خلال رحلته إلى إيطاليا: في روما فقط يمكنك فهم روما. نحن الآن في قلب العاصمة الإيطالية، ونهر التيبر يجري في المدينة التي أثرت في العالم سياسياً واجتماعياً منذ 2500 عام. أهميتها اليوم تكمن في أنها المركز الروحي لما يقارب ملياراً من الكاثوليك. بإمكانك الإحساس بعظمة كنوز روما القديمة في كل مكان تقريباً، من عمود تراجان البهي حتى معابد الحقبة الجمهورية التي تعود إلى 2000 عام مضت، وتظهر بلا جهد بجانب معالم جديدة كالنصب التذكاري لفيكتور إيمانويل. واحد من أهم المظاهر هو البانثيون. البانثيون هو معبد كل الآلهة في روما القديمة. بالقرب منه بياتزا نافونا تقع أجمل ساحات روما. وكمدينة محصنة فإن أسوارها القديمة ما زال بالإمكان رؤيتها اليوم. يعود عمرها إلى القرن الثالث، تحيط بتلال المدينة السبع لتحميها من الغزاة. ثلثا السور بقي صامداً وحفظ عليه حيث استخدم للدفاع حتى القرن التاسع عشر.
هناك 18 بوابة كهذه التي عرفت قديماً باسم بورتا أبيا. وبعدما أحيطت ببرجين دائريين جرت تسميتها لاحقاً بورتا سان سيباستيانو. يحتوي السور على عدد من المعالم كهذا الهرم المبني عام 12 قبل الميلاد على الطريقة المصرية كقبر لكايوس سيستيوس. في الجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة القديمة نجد آثاراً بصخور حمر هي حمامات كاراكالا، اكتمل بناؤها عام 217 وتغطي مساحة 30 فداناً. استمتع الرومان بهذه الغرف الضخمة أكثر من 300 سنة. كان المكان معداً لاستقبال 1600 شخص، ولم يقدم الاستحمام وحسب، وإنما كان يحتوي على مكتبة ومبنىً للألعاب الرياضية ومعارض ومطاعم وغرفاً للغواني أيضاً. اليوم يستضيف أوبرا روما خلال الصيف، حيث استضاف حفلة تينور الثلاثة العظام عام 1990. وصلنا إلى قلب مدينة الكوليسيوم، قلب باهر ورائع لأكبر الأبنية التي شيدتها الإمبراطورية الرومانية. بصرف النظر عن أنه متهدم، إلا أنه يبقى علامة لا تنسى في الهندسة المعمارية. المدرج يتسع لخمسين ألف متفرج يحتشدون دون مقابل للجلوس في مقاعد مختلفة تعكس طبقات المجتمع في روما. فوق غرف احتوت آليات ميكانيكية وأقفاصاً لحيوانات برية كان من الممكن إطلاقها لتظهر على المنصة. بقصد زيادة الشعبية عمد الأباطرة الرومان إلى إقامة جولات نزال حتى الموت بين الحيوانات البرية ومحاربين أو بين المحاربين ونظرائهم. كان مصنوعاً في الأصل من أحجار وطين، واستعمل الرخام لاحقاً في بناء كنيسة القديس بطرس ومعالم أثرية أخرى. في يومنا الحالي يمكن أن يشاهد الزوار داخل الحلبة. وحديثاً في عام 2010 فتحت ممرات خاصة تحت الأرض للعامة. ما زال هذا الموقع يستعمل لمراسم كنسية كاثوليكية، وذلك في يوم الجمعة الحزينة كنقطة بداية لمراسم الشعلة التي يحملها البابا ويقودها فيما يعرف بدرب الصليب. على الرغم من حجمه الصغير مقارنة بجاره، فإن قوس قسطنطين لا يقل أهمية تاريخياً، فهو واحد من أهم ثلاثة أقواس نصر إمبراطورية باقية حتى الآن. الصرح يعبر عن انتصار قسطنطين في الحرب الأهلية التي حدثت في القرن الرابع. لم يحافظ على هذا الصرح كأمثاله من حقبة أبكر، وبشكل ساخر يبدو كأنه رمز لانهيار الإمبراطورية الرومانية. انتقلنا من محور التسلية إلى مركز الحياة العامة في الفورم. لأكثر من ألف سنة هذا القصر المستطيل الشكل احتضن الانتخابات واجتماعات مجلس الشيوخ ومواكب النصر. آثار مختلفة تحتوي على أبنية الحكومة ومعابد وصروح وكنائس تعطي الزوار فكرة عما كان يجري في الفورم. ربما ليس هناك أي صرح بقي محافظاً عليه كصرح سبتي ميسيسيفوروس الذي نصب عام 203 لإحياء ذكرى انتصار الإمبراطور في بارثيا. الصرح كان بالأساس يحتوي على درج بارتفاع 12 متراً في منتصف البناء، وأصبح ملكاً للكنيسة في القرون الوسطى، وعلى خلاف بقية الأبنية الأثرية حوفظ عليه ولم يدمر ولم يدمج بأبنية أخرى. طبعاً للأسطورة فإن روما تعود بتاريخها إلى عام 753 قبل الميلاد، حينما استقر أخوان توأمان هما روميلوس ورومس في هذا الموقع ليبدأ الإمبراطورية الرومانية. اليوم يشكل تل البالاتاين متحفاً في الهواء الطلق، ويحتوي على أجزاء كبيرة من أبنية إمبراطورية كقصر سيبتيموس سيسيفروس. في حقبة الحكم الجمهوري أصبحت قمة تل البالاتاين مقراً حصرياً لإقامة الأغنياء وذوي النفوذ بسبب مكانها الذي يوفر رؤية بانورامية للمدينة.
أقام هنا كل من أغسطس وسيسيرو ومارك أنتوني. دراجون إسباني كان أحد المعالم في روما الحديثة من القرن الثامن عشر، ويصل ساحة صغيرة بكنيسة فرنسية من القرن السادس عشر. يحتوي هذا البناء الأنيق والمتناسق على 12 درجاً بمجموع 183 درجة، وهو أعرض سلالم أوروبا. هناك قرب ساحة بيضوية الشكل اسمها بياتزا ديل بوبولو، يتدفق إليها السياح لرؤية المسلة المصرية في المنتصف. وهنا بوابة بورتا ديل بوبولو التي تركت بصمة في نفوس الداخلين إلى روما في عصر النهضة. تلك البوابة الكبيرة رحبت بالآتين إلى المدينة عبر طريق فيا فلامينيا الذي يربط روما بساحل بحر الأدرياتيك. وهنا فيلا بورغيس، مثال آخر على الأماكن الغنية التي بنيت بأيدي العائلات الباباوية النافذة، تتموضع على أطراف روما، بنيت بيد كاردينال كان ابن أخي البابا بول الخامس، وتظهر حتى اليوم مجموعة عائلة بورغيس من لوحات فنية ومنحوتات ومقتنيات أثرية. بعدما شيدت في أواخر عصر النهضة بأسلوب كلاسيكي، أصبحت معرضاً للعموم عام 1902. في طريقنا إلى الفاتيكان، توقفنا أولاً لرؤية قلعة سانت أنجلو، وهي الآن متحف وطني كان مرة ملاذاً للباباوات حينما واجهوا التهديد. بالأصل كانت القلعة ضريحاً، ولكن جرى تحصينها ودمجها بالسور الأوريلي لتتحول إلى حصن بابوي ومقر إقامة فاخر. إنها الفاتيكان، تحتل أقل من نصف كيلومتر مربع، ومحاطة كلياً بمدينة روما. هي أصغر بلدان العالم، وهي المركز الروحي لأكثر من مليار كاثوليكياً حول العالم. كنيسة القديس بطرس التي بنيت على تلة الفاتيكان كمزار لضريح القديس بطرس أحد الاثني عشر حوارياً، والذي يعد أول الباباوات، مات شهيداً ودفن في هذا الموقع عام 64. بدأ بناء الأبنية الموجودة حالياً في مطلع القرن الخامس عشر على يد أعظم المعماريين، وقضوا قرابة 100 عام في بناء الكنيسة الجديدة التي أعيد افتتاحها عام 1626. يسكن الفاتيكان قرابة 800 شخص فقط، مع أن هذه الدولة تعد قبلة لأكثر من مليون زائر كل عام. برج الكنيسة الذي يعتلي القنطرة المضلعة يعد أفضل مكان لرؤية هذه المدينة الرائعة. اتحاد عظيم بين بارامانتي ومايكل أنجلو أنتج هذه القبة الهائلة بقطر 42 متراً، ترتفع على 4 أعمدة كبرى تدعم البناء الاسطواني الذي يحتوي على 18 نافذة. بارتفاع 136 متراً، هذه التحفة الرائعة تعد أعلى القباب في العالم. ولم يكن مظهر كنيسة القديس بيتر ليكتمل لولا هذه القطعة العظيمة الفاخرة التي ترحب بزوارها المأخوذين بسحرها. إنها الساحة المصممة بأسلوب الباروك في القرن السابع عشر على يد بيميني، ساحة إهليلجية الشكل تنحدر نحو المسلة المصرية في المنتصف، وهي محاطة بأروقة ضخمة لتبدو الكنيسة وكأنها تفتح ذراعيها لترحب بزوارها. كما نحت بيرنيني 140 تمثالاً لقديسين يعتلون درابزين كل رواق، وصف المؤرخ بانيتسر فليتشر الساحة بأنها أعظم المظاهر في أعظم الكنائس التي بنيت في المسيحية. حينما استعددنا لمغادرة روما، التقطنا منظراً رائعاً للمدينة من منطاد هوائي. ارتفعنا نصف كيلومتر في الهواء فوق حدائق البورغيس الرائعة التي كانت آخر مشهد رأيناه للعاصمة الإيطالية، وتابعنا طريقنا بين التلال إلى الشرق باتجاه تيفولي.
أخذنا منعطفاً جنوب شرقي روما باتجاه كهف مقدس في تلال سوبياكو. بني دير ساكروس بيكو الذي يحتضن الكهف داخل جرف جبلي في تاليو، حيث عاش القديس بنديكت ناسكاً 3 سنوات قبل تنظيمه مجتمع الأديرة على بعد كيلومترات قليلة من هنا. أغلب أبنية الدير بنيت بالأسلوب القوطي في القرنين 13 و14 بعد مئات السنين من رحيل القديس بنديكت. الدير ما يزال نشطاً ويفتح أبوابه لمن يريد الصلاة والاكتشاف. غير واضح المعالم هو الممر الذي يؤدي إلى أكثر الأماكن قدسية في الحرم. هذا هو مدخل الكنيسة التي تؤدي إلى كهف القديس بنديكت المقدس، حيث قضى فترة نسكه عام 500. بنديكت وأخته التوأم القديسة شولاستيكا أمضيا 20 عاماً في الوادي، حيث أنشأ 13 ديراً وكنيسة قبل ذهابهما إلى جبل كاسينو لقضاء عقدين آخرين من الزمن في الخدمة. بين أشجار السرو والزيتون وأثار بلدة تيفولي القديمة تستلقي آثار الفيلا أدريانا التي كانت بناءً رائعاً استعمله الإمبراطور هادريان مقراً صيفياً في مطلع القرن الثاني. بدأت حفريات في القرن 16 كشفت عن بقايا لأجمل العمران الروماني. الأراضي غطت مساحة 300 فدان واحتوت على تصميمات من وحي رحلات هادريان إلى مصر واليونان. كان هذا البناء كبناء البيتشيلي يحتوي على بركة ماء مركزية استوحي من معلم ستوابولكيل في أثينا. في المجموع كان هناك أكثر من 30 من الأبنية بما فيها قصور وحمامات ومسرح ومعابد ومكتبات وأحياء سكنية. أكثرها إبداعاً كان كانوبوسوس، وهو معبد للإله سيرابيس على طول دلتا النيل قرب الإسكندرية. المصممون حفروا قناة بطول 100 متر. هذا الكهف المميز يدعى سيرابيوم. ربما كان مسرح ماريتيم هو ملجأ هادريان المفضل، حيث نجد بركة دائرية مع جزيرة تحتوي على بيت صغير وحمامات ومكتبة. محاطاً بأعمدة مبنية بالأسلوب الآيوني، أعد المسرح ليكون استوديو خاصاً بهادريان ليشجع نفسه على الرسم والهندسة المعمارية. وجهتنا الأخيرة كانت أيضاً عقاراً ملكياً في سلسلة من أبنية القرن 17 المتطرفة في التلال المحيطة بالكامبانا الرومانية. هذه هي الحدائق المائية الخلابة في فيلا ديست في تيفولي. السياح يأتون لمشاهدة النظام المائي الذكي الذي يغذي 500 نافورة ومنبعاً مائياً، ويتناغم مع منظر رائع يغطي حوالي 12 فداناً. قليلة هي الحدائق التي يمكن مقارنتها بأحواض ونوافير فيلا ديست، ولربما هي السبب في أن الحدائق الأوروبية من البرتغال إلى بولندا قلدت هذه الحديقة، كهذا الجدار المائي المسمى 100 نافورة. شيد الكاردينال إيبوليتو ديست هذا البناء بعد إخفاقه في تولي البابوية، ورغب في حديقة مناسبة لأغنى الكهنة في القرن 16 حسب قوله. النتيجة كانت حدائق دمجت بين الفن التاريخي والأسلوب العصري حين ذاك، وكونت واحة إيطالية جرت تغني بها قروناً من الزمان. إنه مكان رائع لاختتام هذه الرحلة.